بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هنتكلم عن موضوع تفسير رؤيا من رأى سيدنا موسى عليه السلام في المنام، ودي من الرؤى جميلة جدا والمبشرة جدا لصاحب الرؤية. طبعا الرؤية لها أوجه في التأويل، فهنقول أوجه التأويل، ولكن أرجو ما تنساش اللايك والاشتراك، فعل الجرس عشان كل فيديو ينزل يجي لحضرتك إشعار، وياريت تشير الفيديو ده رجاء يعني، ولكن برضو عشان ما نطلعش عن الموضوع. أوجه تأويل الرؤية اللي هو بيشوف سيدنا موسى عليه السلام، ولكن أنا بشوفه لم أتمكن من أوصافه، ما أعرفش، مش قادر أعرف، لكن أنا عارف أن سيدنا موسى، لكن مش عارف أوصافه، شاف حاجة أو شاف الأوصاف اللي هي ذكرت في السير، لكن إذا كان شافه بشخص عادي زي ما قلنا قبل كده، ده دليل على النفاق والكذب، والمكان اللي يكون هو موجود فيه أهل هذا المكان يكون أهل نفاق وكذب وباطل وزور. ولكن إذا كان أنا لم أتمكن من أوصافه، فالأوجه التأويل هي دليل على عز وجاه ونصر ونجاه من الله سبحانه وتعالى، قوة في الدين وقهر الباطل. اللي بيشوف كده ربنا هيرزقه بالحاجات دي، هموم من الأقارب، دي الحاجة اللي هي اللي تحمد، هموم من الأقارب، دليل على الفرج، دليل على صاحب اللي هو بيشوف النبي سيدنا موسى عليه السلام نال أمله، برضو إشارة على أنه يكون يعاشر الملوك أو يكون في مداخلة الملوك، ينال علم ويميز به، ينال شيء من العجائب، شيء من العجائب يعني، ويكون مميز فريد من نوعه، لأن طبعا سيدنا موسى هو كليم الله عز وجل. برضو إشارة على النجاة من السحر، إنسان يكون ينجى من السحر. تليها ممكن يمر في حياته أو كان في حياته تعب ومشقة ومعاناة وحاجات كتيرة من الحزن والهم والأوهام، ولكن لما تجيله الرؤية دي ده دليل على الفرج وعلى زوال الهموم وتحقيق الأمان وعلى النصر وعلى الملك وعلى العلم وعلى المكانة وعلى العز وعلى النصر وعلى النجاة وعلى التميز وعلى المحبة وعلى الترابط وعلى اجتياز محبة كل الناس ومحبة ربنا سبحانه وتعالى. ودي إشارة إن ربنا سبحانه وتعالى وضعه في عناية مكنونة من عنده سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.